فكره درت اليوم مختلف بدون حسابات، ممكن لاي شخص هاوي بالكهرباء ان ينفذ الفكره. صحيح اني اريد شاحنه 8 فولت لسياره الاطفال التي ظهرت امامكم، ولكن هذه الفكره يمكن ان تكرر لاي فولتيه انت تحتاج اليها. هذه السياره فولتيه بطاريتها 8 فولت، ويجب ان اصمم لها شاحن 8 فولت باقل امبيريه ممكنه، حيث ان بطاريات الليثيوم التي تشغلها بدون كارت البي ام اس، ولكي احصل على معامل امان كبير يجب ان اقلل امبير الشحن الى اكبر قدر ممكن. ولان درسي بدون حسابات، ناتي باي محوله مستعمله بهذا الحجم، او حتى اذا كانت محوله جديده، سعر هذه المحوله تقريبا 3.5 دولار، تسمى 2 في 16، تجدها عند مجهزي ادوات رافعات الفولتيه لتغذيه الكرت او اي محوله بهذا الحجم اعزائي. المهم ان الملف الرئيسي شغال، اما الملف الثانوي لا احتاج اليه، سوف اقوم بتفكيكه. قمت بحساب عدد اللفات فوجدتها 75 لفة 75 لفة، وهذه المحولة سنتر تاب أعزائي. لأن المحولة كانت جديدة وغير مستعملة، كان من السهل أن أفكك السلك وأعيد لفه مزدوج، أن أجعله سلكين لأعيد اللف أعزائي. أعزائي قمت بلف 27 لفة وأكملت عدد من اللفات لنكمل العدد 33 لفة، ثم أكملت عدد من اللفات لكي يصبح العدد 40 لفة. أعزائي بحسابات جدا بسيطة، ال 75 لفة كانت تعطيني 16 فولت في هذه المحولة، 16 فولت AC، ولأني أحتاج 8 فولت، ال 35 لفة تعطيني 8 فولت AC، وأحتاج أن أجعلها 40 لفة لكي أحصل على 8 فولت DC. عملت هذه التابات أعزائي لكي أجرب أيهما أنسب بتيار الشحن، وسوف أوصل عليه. كما تعلمون أعزائي وفي الدرس الذي ظهر أمامكم، إني قمت بتركيب بطاريات الليثيوم بدون كارت البي ام اس، لذلك أعزائي أحتاج إلى تيار شحن قليل جدا، وأيضا أن يكون تيار مناسب، وسوف تشاهدون كيف أختار التيار المناسب في هذا الدرس. سوف أقوم بتجميع المحول بدون تصوير لأعود لكم. عزيزي، استكمالا للموضوع، هذه أبسط أنواع القنطرة، وهذا دايود. انظر إلى اللون الفضي هنا، اللون الفضي يعني الموجب، الفضي باتجاه الفضي وتخرج الموجب، وبدون لون وبدون لون ونخرج السالب، والفضي وبدون لون والفضي وبدون لون، سوف يكون دخول المتناوب. يعني عزيزي، من هنا يدخل من المحولة، ومن هنا يخرج الموجب، ومن هنا يخرج السالب، وهذه الثلاث تابات ليكون لدي مرونة في اختيار الفولتية والتيار المناسب. وهذه البداية تسمى الصفر، أخرجت منه السلك مباشر، سوف أقوم بتوصيله هنا. وهذا الموجب والسالب يذهب إلى البطارية عزيزي، وهذه الفيشة لتوصيل الشحن إلى سيارة الأطفال، هذا السالب وهذا الموجب. سوف أقوم بفحص الأسلاك بواسطة الأوفوميتر لأحدد أيهما الموجب وأيهما السالب. هذا الموجب أعزائي، وتمت القراءة، أي إني أربط الموجب هنا وأتأكد من السالب عزيزي، وهذا السالب، السالب سوف يربط هنا. الموجب مع الموجب، لن أقوم بلفها بمادة عازلة بسبب إني سوف أقوم بربط قارئ التيار هنا على التوالي. هذا السلك سوف يربط مع أحد هذه الأطراف الثلاثة للتابات. بقي لدي أن أثبت القنطرة أعزائي. للتأكيد أعزائي، هذا المكان سوف نصل الأسلاك لربط قارئ التيار على التوالي، وهذا السلك سوف يربط
على أحد هذه المراحل لكي أختار التيار والفولتيين المناسبين. والآن لنذهب إلى سيارة الأطفال لنشحن البطاريات. والآن سوف نوصل قارئ التيار على التوالي، سوف نقرأ فولتية التابات بالدي سي. هذا التاب الأخير 8.7 فولت دي سي، والتاب الثاني 7.4 فولت دي سي، والتاب الأول 5.7 فولت دي سي. أعزائي، بالاعتماد على قارئ التيار هذا سوف أجرب الثلاث تابات لأتعرف على تيار كل تاب منهم، ثم أقرر أي تاب من هذه التابات أفضل بالشحن. والآن سوف أقوم بوصل الشاحن شاحن السيارة. أعزائي، هذه القراءة قراءة البطارية قبل الشحن، والمفروض أن تقرأ 8.4 عند الشحن الكامل. والآن سوف نوصل آخر تاب لأنه أنسب تيار، حيث أن تيار التاب الأول والثاني يكاد أن يكون معدوم، وتيار الشحن في هذا التاب 190 ملي أمبير أعزائي، وهو تيار مناسب، لأنه كما تعلمون أن بطاريات الليثيوم في هذه السيارة بدون كارت البي ام اس، ويجب أن نقلل تيار الشحن كثيرا. انظر عزيزي، هذه فولتية البطارية بدون شحن، والآن سوف نوصل الشحن. انظر عزيزي، ارتفعت فولتية البطارية وسوف تستمر بالارتفاع إلى 8.4، وتيار الشحن قرأناه من قبل 190 ملي أمبير. انظر عزيزي، بالقارئ الإلكتروني تيار الشحن 181 ملي أمبير، ولأن البطاريات 4 مجاميع على التوازي فإن كل بطارية يمر بها ما يقارب 45 ملي أمبير، وهو قليل جدا وأمين أيضا من ناحية الشحن، ولكن الشحن بطيء أعزائي. والآن حولت الفولتميتر على الفولتية ووجدت أن فولتية البطارية ارتفعت إلى 8 فولت أعزائي. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.